مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. ضيفنا النهارده هو الكاتب الصحفي الكبير والمعارض الاستاذ هلال كامل. استاذ هلال كان نوه من خلال صحيفته نبض الشعب عن قضيه فساد جديده. القضيه قال انها تخص احد مرشحي الرئاسه. النهارده الاستاذ هلال قصني وقص برنامج هنا العاصمه بالكشف عن تفاصيل هذه القضيه، لكن كما اعتدنا وتعلمنا منه استاذ كبير الحقيقه في المهنه وفي الصحافه، فان كل قضايا الفساد قبل الكشف عنها لابد ان تكون بالادله والوثائق. معانا النهارده في الاستوديو للكشف عن هذه القضيه الاستاذ هلال كامل. استاذ هلال اهلا بك. اهلا بك يا فندم، على فكره انا بحب حضرتك كتير يعني. اشكرك. ودايما احب اشوفك في التلفزيون. اشكرك والله. وسلمي لي على الاستاذ عمرو اديب. حاضر. الحقيقه يعني وقولي له يبطل محشي ومكرونه بالبشاميل. حاضر. ريت يعني. حاضر. خليني ابدا على طول واسال حضرتك، مين مرشح رئاسه اللي بتقصده في تحقيقاتك الصحفيه؟ المرشح هو شهاب حامد. هو الحقيقة عرض عليا فلوس كتير عشان أمسك له الحملة الانتخابية بتاعته، بس أنا رفضت. ورفضت ليه؟ أنا حولي هو أصله كان ورا الحفلة اللي ترفع فيها علم الناس اللي مش متظبطين دول. يعني مش متظبطين إزاي يعني؟ اللي هم كده. ده كلام خطير، ده كلام على مسؤوليتك يا أستاذ هلال. أنا معايا تسجيل شهاب حامد بيعترف فيه انه بتلقى تمويل من الخارج. ومتورط معاه كمان دنيا ظافر وبهاء ثابت وسميح الباجوري. واظن ان التسجيل ده موجود معانا، جاهز يا شباب التسجيل نعرضه دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ طيب خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي أنا ما قدرتش أعمله. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي أنا ما قدرتش أعمله. بقى ثابت منتج الفيلم، والميسيو الممول الخفي. لا يا أستاذ هلال، دراز ما يعرفش إن أنا مصدر التمويل للجريدة. بقى ثابت ده هو المنتج اللي كان عايز يعمل فيلم ينشر فيه الشذوذ الفكري، والرقابة منعته. الغريب إن الحكومة بدل ما تعاقبه عينته رئيس جهاز السيما. انت ازاي تدخل عليا من غير استئذان؟ اتفضل معانا. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسه، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شين حا هتزود نقطه وتكتب شين خا. بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياه. تبقى الناس نيتها وحشه قوي. يا سميح وبعدين انا عرفت ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الاصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني ان انا احط نقطه فوق الحق. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي انت عايزه وانا بقدر اللي بيقف في ظهري. مليون جنيه وتغير الحرف. اغير الحرف بمليون جنيه بس؟ انتظار ما تعرفوا سر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي. نخليهم 3 مليون. ابيع ضميري عشان 3 مليون. 5 مليون جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بهاء. شهاب بيه. حسن. أمر يا فندم. انا لازم اسافر حالا، احجز طياره على اي بلد. تحت امر سعد. خمسة مليون جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بهاء. الله يخرب بيتك يا هلال.
الله يخرب بيتك يا هلال. ابنتي نون ميم. في ديسمبر 96 نفذت أهم قرار أخدته في حياتي، وهو قرار طلاقي. كان من أهم أسباب طلاقي من ياه عين هو أني أحافظ على بنتي نون ميم. حامل. احنا مش اتفقنا ان مفيش خلفة؟ الجنين ده لازم ينزل وإلا حوريك الوش. لانه كان مصر على اجهاضها. طبعا ما تصدمتش، لان الشخص اللي قدر يقتل ابرياء عايشين على وش الارض كان سهل جدا انه يقتل جنين لسه ما ظهرش للدنيا، لانه قاتل بلا رحم. وبعد سنين من عذاب بعدها عني، أخدت قرار إني أواجه المجتمع والدنيا. ورحت علشان أخدها من الدار وتعيش معي والناس كلها تعرف إنها بنتي. ومع الأسف القرار كان متأخر، لأني لما رحت الدار علشان أخدها فاجئوني بحاجة ما كنتش أتوقعها. البنت سابت الدار ومحدش يعرف مكانها. نورهان محبوب، نون ميم. الاسم نورهان محبوب السيد محبوب. مكان الولادة دار ملائكة الرحمة. أقر أنا أمال محمد حلمي المقيمة في 20 شارع الجزائر بالمعادي، وأنني قد تكفلت بجميع مصاريف نورهان محجوب السيد محجوب، وهذا إقرار مني بذلك، وهي قائمة بدار ملائكة الرحمة. الإمضاء أمال محمد حلمي. إقرار من أمال محمد حلمي. طب لو أمال دي هي اللي كانت متكفلة بنورهان، إزاي وصل الورق ده لمريم رياض طالما إن البنت مش مكتوبة باسمها وعنوان أمال نفس عنوان مريم؟ كده بقى في علاقة بتربط أمال بمريم رياض. أستاذ هلال، الحمد لله على السلامة. الله، هو أنت عادي إنك تيجي بدري قوي عن موعدك كده، ولا رؤساء التحرير بيجوا كده، ولا أنت مش رئيس تحرير ولا إيه؟ جورنال قدامك مكتوب فيه مين رئيس التحرير؟ هلال كامل، الأستاذ هلال كامل. طيب، مش هو ده اللي أنتوا عايزينه؟ ده اللي مكتوب. بس الفعلية بقى؟ لا، فعليا بقى مش بتاعتكم، دي بتاعتنا انا اللي مسؤول عن الجورنال قدامك وقدام الحكومة وقدام الناس. طالما انت المسؤول قدامنا بقى، يبقى احنا كده مطمئنين. يلا انا قرفت منك، انت ليه انت بتكذب وبتقوح معايا؟ بتقوح معايا؟ رد يا طولت، العيال كلها شاهده عليك، وانا بنفسي اللي مطلعه علبه السجاير والولاعه. لسه يلا هتكذب وتحور؟ لسه هتكذب وتحور؟ خلاص 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 والنبي خلاص. ايه ده يا رحاب؟ العقاب عمره ما كان بالزعيق. الاطفال احباب الله. يوسف؟ نعم. انت عارف انك انت غلطت غلطتين مش غلطة واحدة؟ الغلطة الاولانية انك سرقت علبة سجايري. والغلطة التانية انك شربت سجارة من غير ما تستأذني. من هنا ورايح
لما تحب تاخد حاجة تبقى تستأذني. والنبي يا باشا تساعدني بأي حاجة يا باشا، والله عايزين بجري على عيالي يا باشا. والنبي يا باشا تساعدني بأي حاجة يا باشا، والله العظيم أنا جوزي عاجز وبجري على عيالي يا باشا. يا رب يساعدك يا باشا ويبارك لك يا رب. بتساعدني يا باشا بأي حاجة. هل في خطة يا فندم لرعاية الأطفال في الدار؟ أيوة طبعاً في خطة على أعلى مستوى، ولو الطفل حس إنه مش في بيته أنا بعتبر إن ده تقصير مننا. وإيه أكتر حاجة بتحاولوا تعملوها يا فندم عشان تفرحوا الأطفال؟ إننا ما نحسسهمش إنهم أيتام، وهي دي الحقيقة. إحنا هنا كلنا أهلي ليهم، ودايماً زي ما أنت شايفة كده بنعمل لهم حفلات. راحة الطفل النفسية هدف لينا ونفسنا نستمر على كده. طب وإيه اللي يمنع يا فندم الاستمرار في ده؟ مفيش أي حاجة ممكن تمنعنا من الرعاية والاهتمام بالطفل. الحمد لله أهل الخير بيتبرعوا للدار، ونفسنا بجد إنهم يستمروا في دعمهم ده، لأن دعمهم ده بيحافظ على الصحة النفسية للطفل. واضح يا فندم إن أنتوا بتتعبوا جدا. تعب الطفل راحة لينا يا فندم. طيب وإيه التصرف اللي الدار بتعمله لو طفل مثلا اتصاب أو اتعور وهو بيلعب؟ في حاجة يا فندم؟ أيوة فكرتيني بعمر. عمر ده طفل عندنا، مرة يا حبيبي وقع وهو بيلعب، قلبي اتكسر علشان رجله اتكسرت واتشرخت. شلته بنفسي وجريت للدكتور وسهرت بيه طول الليل وما عرفتش أنام لغاية ما حسيت إنه خف وبيجري قدام عينيا. كلنا اتوجعنا، متعرفيش اتوجعنا من قلبنا قد ايه. ربنا يكتر من امثالك يا فندم، ويا بخت كل طفل هنا بام زي حضرتك. بس كان عندي سؤال كمان. من فضلك مش قادر اكمل. انا اسفه اني فكرت حضرتك. احب اقول لكل مشاهدينا انه يا ريت كل المسؤولين يكون عندهم انسانيه وطيبه الاستاذه ساميه. كان عن بنت موجوده عندكم هنا في الملجا. ثانية واحدة يا رحاب. نعم. شوفي الأستاذ هلال يشرب إيه الأول. حضرتك تشرب إيه يا فندم؟ قهوة. مظبوط إن أمكن. تأمرني. حاضر. اسمها إيه البنت اللي عايز حضرتك تسأل عليها؟ نورهان محجوب السيد محجوب. أنا ما عنديش واحدة بالاسم ده. دي شهادة ميلادها وصورتها كمان. آه نورهان افتكرتها. أنت بتسأل عليها ليه؟ هو في الحقيقة أصلي لما أختي توفت فلقيت الورق ده موجود في الدولاب بتاعها، فحبيت أعرف مين البنت دي. هي كانت مقيمة عندنا هنا وسابت الدار من فترة. طب ما تعرفيش ممكن ألاقيها فين؟ من ساعة ما مشيت ما أعرفش عنها حاجة. طيب أمال ومحجوب دول مش هم أبوها وأمها الحقيقيين؟ لا طبعا، الأطفال لما بيدخلوا عندنا الدار الموظف بيطلع لهم شهادات ميلاد من وزارة الصحة وبيسجلهم بأسماء جوزفية. طيب محدش كان بيجي يزورها؟ لا ما أقدرش أفتكر طبعا. طيب أنا آسف للإزعاج. طب والقهوة؟ بعدين بقى إن شاء الله. تفضل حضرتك الملف. شكرا.
الواد هو يا استاذ رحيم. انت شايلاكي ده ليه؟ ما ترزعيه في مكان. بس اصل انا كنت عايزه اقول لك ان انا عايزه الواد الاولاني بدل ده، احسن الواد ده تقيل عامل زي الرزيه، انا كتفي خدل من كتر الشيل. طب مش وقته الكلام ده، بعدين حطيه على اي مرتبه دلوقتي. وانت يلا يلا قدام. انت نورهان؟ ايوه. انا بدور عليك بقالي كتير. اشمعنى؟ انا اعرف والدتك. تعرف ام امان؟ لا، امان مش والدتك، والدتك الحقيقيه مريم رياض. مريم رياض؟ مريم رياض الممثله. انت شكلك تقلت في الشغل. طب ما فيش مكان هادي كده نقعد فيه وافهمك على كل حاجه؟ هيثم خليك مكاني بس شويه. اوكي تعالى. هو انت ايه حكايتك بقى؟ وايه موضوع ان مريم رياض تبقى امي ده؟ مريم رياض تبقى امك فعلا؟ لا والله، والمفروض ان انا اصدق بقى. ليك حق تستغربي، بس لو سمعتيني هتفهمي كل حاجه. انت مجنون يا راجل انت، ولا انت مين اللي حدفك عليا؟ وبعدين انت تعرف مريم منين اصلا؟ فاكرة الرسمة دي؟ مريم فضلت محتفظة بيها لغاية ما ماتت. مريم مرض بظروف خليتها تبعد عنك وما تعترفش بيكي. وإيه الظروف اللي تخلي أمها ما تعترفش ببنتها؟ وبعدين أنت جاي بعد العمر ده كله تقولي كلامك ده وعايزني أصدقك عادي؟ مريم كانت رايحة تعترف بيكي وما لقيتكيش. وقتها كنت هربانة من الدار. تعرفت منين الحاجات دي؟ الصورة دي جبتها منين؟ أنا جاي لك عشان الورث اللي ليكي. وعشان اساعدك توصلي للورث ده لازم انت كمان تساعديني ان انا اوصل للهات المريم. مريم اتقتلت؟ قصدك انتحرت؟ في حاجات كتير انت ما تعرفهاش عن مريم. اديني فرصه افهمك. هي انا رايح فين؟ 10 دقايق وجاي استناها. مران راحت فين؟ في راجل كبير عدى عليها دلوقتي، خدته ودخلت. دلوقتي شقة مريم من حقك. حتى لو اللي انت قلته ده صح، انا مش عايزه منها حاجه. بصي انا مش هدافع عنها، بس ساعات الظروف بتخلي الواحد يعمل حاجات غصب عنه. كل اللي انت هتقوله مش هيعوضني حاجه عن اللي انا شفته. انا عشت نص عمري في الشارع ونص التاني في ملجأ. طيب مش عارفه تعرفي مين ابوك الحقيقي؟ وهتفرق في ايه لو عرفت؟ ايه بقى؟ مش هنشوف شغلنا ولا ايه؟ ده الكارت بتاعي، لو احتجت اي حاجة كلميني. على اذنك. مفيش. لما هو مفيش، هل بخليتك على الزباين ليه؟ التليفون بيرن وما بترديش، مش يمكن في مصلحة؟ عادي يعني، بريح شوية. لا مش عادي. من ساعة ما كنت مع الراجل ده وأنت قلب خليتك ومش على بعضك، في إيه؟ وإيه الجديد؟ أنا مش على بعضي من زمان. أنا لو مندور شكري. خير يا باشا. ايه مش فاكراني انت؟ مفيش، اتفضل. طيب طبعا اتفضلوا اتفضلوا. ما تخافيش. يا هو انت اسمك ايه يا بنتي؟ زينب يا باشا. الواد ابنك اللي كنت بتشحتي بيه فين يا زينب؟ سبته النهارده عند اهل ابويا يا باشا. واهل ابوك ساكنين في دار الايتام؟ بص في الصور دي كده يا زينب، يمكن يفكرك يعني ابوي يبقى فين. شوف 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 شكلك حلو انت والواد شلا، شكلك حلو قوي قوي قوي. الواد ده مش ابنك صح؟
والله يا باشا انا ما طبعا كده عندنا محضر خطف طفل والتستر على مجرم، ده غير طبعا محضر التسول. ويا ترى لما نكشف على ملفها هنلاقي ايه تاني؟ لا هي هتتكلم صح زينب؟ زينب انا عايز اعرف كل حاجه عن دار الايتام دي والواد اللي كان معاه كده، ايه علاقته بالدار؟ انا يا باشا ماليش دعوه بحاجه، انا دوب باجر العيال دي باليومين الدار. يعني ايه بتاجريه؟ يعني بروح اول اليوم اخده اسرح بيه وارجعه اخر النهار. ومين اللي بيأجره لك؟ الست ساميه. قولي كل اللي عندك وخلصينا، احنا مش هنسحب منك الكلام كلمه كلمه. يا باشا انا كل اللي بعمله اني باجر العيال دي من الدار. ساميه بتشتغل الشغل ده مع ناس كتير قوي غيري. وازاي يبقوا ايتام ومتسجلين في الوزاره وتاخدهم تشحتوا بيهم؟ وزاره ايه يا باشا؟ العيال دي ملهاش دعوه بالوزاره. زينب الموضوع كبير يا زينب، بدل ما تروحي في داهيه قولي كل حاجه. يا باشا العيال دي مخطوفه، في ناس بتخطفهم وبتجيبهم لساميه. ساميه بقى في منهم اللي بتأجرهم لنا وفي منهم اللي بتبيعهم. بتبيعهم ازاي؟ ما هو انت يا باشا علشان تتبنى عيل من الملجأ بيبقى في قوانين واجراءات وحاجات عاملاها الحكومه. في ناس بقى بتبقى مستعجله او مش عايزين حد يعرف انهم ما بيخلفوش، دول بقى بيدوروا على العيال اللي هم ما لهمش ورق عشان يكتبوهم على اساميهم، وساميه بتظبط لهم ده كله بثمنه. وفي برضه الرجاله اللي هم بيبقوا غاويين يشتروا بنات، ودول بقى بيبقى ثمنهم يعني غالي شويه. مش معنى البنات يعني يا باشا بتبقى لما مؤاخذه رجاله ناقصه بيبقوا بيحبوا الحريم الصغير. ساميه بقى تستنى على البيت كده تبقى 13 14 سنه وتبيعهم للراجل من دول، هو بقى يشغلها عنده شويه وبعدين يتجوزها، يشغلها عنده شويه وبعدين يرجعها الدار بعد ما ياخد غرضه منها كده يعني. طب والولاد؟ لا الصبيان بيبقى لهم سكه ثانيه، دول بقى يسرقوا سرقه يبلطجوا على حد، لا مؤاخذه ينزلوا مظاهره يعملوا فيها قلق. والعيال دول مكانهم فين؟ هم جوه الدار يا باشا، بس فين بالظبط انا ما اعرفش. انا كذا مره اسال العيال هناك بس بيخافوا يقولوا لي، بس ساميه تعتبر مربيه لهم الرعب يا باشا. ومين بقى اللي بيخطف العيال دي؟ واحد كده اسمه العتر، هو اللي ليه في السكه دي. مين العتر ده؟ عيب عليك يا ابله رحاب، ده انا العتره. ما انا عارفه يا اخويا انك العتره، امال انا طالباك انت بالذات ليه؟ بس خلي بالك مش عايزه غشوميه وشغل جنان. كل اللي طالباه منك تتقصي على البت نعيمه. انا عايز اعرف البت دي ما بقتش تيجي تاخد العيال من الملجا ليه؟ وبعدين البت زينب حورت عليا حوار كده من الاخر مش داخل دماغي، قال ايه؟ نعيمه عيانه وعايزه اجازه. فهمتني؟ اعتبريه حصل، هجيب لك خبرها. نهار اسود عليا وعلى امي وعلى اللي خلفوني. يا عم لسه بقول لك مش عايزه مشاكل. قصدي يعني هجيب لك اخبارها حالا من البنت زينب. ما انت عارفه انها بتكش مني. امال انا جايباك ليه؟ ما عشان الكشه دي. بقول لك ايه؟ افتح لك شنطه العربيه. انا اخد معانا شنطه فيها زيت وسكر وشويه حاجات للبت زينب. زيت وسكر؟ زينب دي لو طلعت اللي معاها هتجيب شنط ولحمه وتصرف على الشارع ده كله، تقولي لي زيت وسكر؟ تصدق عندك حق. يلا انسى. انت تيجي معانا دلوقتي على الاسم، تقولي كل اللي تعرفيه عن الدار وساميه واللي اسمه العتره ده. يا باشا اسمي انا كده هروح في داهيه. اسمعي بس يا زينب، ما انت لو ما اعترفتيش هيعتبروكي متهمه، لكن لو اعترفتي ممكن تبقي شاهده. اه وكده نقدر نحميكي. ست رحاب مالك يا بنت متلبشه ليه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده. طبعا حقك. بص يا استاذ، الاستاذه ساميه عندها جمعيات خيريه وبتلم فلوس من الناس الاغنياء توزعهم على الغلابه اللي زي زينب، وانا هنا بقى عشان جايه بال زينب شويه حاجات حدهم لها، يعني اعمل خير. وانا كمان جاي اعمل خير. يلا يا زينب نشوف مشوارنا. مشوار ايه اللي هتاخدها معاك فيه؟ انت مالك بيها؟ وبعدين ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت مين؟ انا جوزها، اخوها، مالكش فيه. وبعدين وانا سالتك انت مين عشان تسالني؟ انت تكلمني كده ليه؟ انا اتكلم زي ما انا عايز، وكلمه تاني منك مش هتلاقي مني كلام.
هيبقى فعلا. هلال يلا بينا احسن. طيب مش هنكمل مشوارنا يا زينب؟ لا لا هنروح احنا مشوار تاني. يلا ما قلت حاجة. بتقري علينا يا بنت الكل. ايه مش فارق معاكي حد؟ احنا شامينك يا بنت. بقول لك ايه، هتنطعي وتحكي اللي حصل ولا اكلم ساميه واخليها هي تتصرف؟ والله العظيم غصب عني الراجل اللي هو اللي قاعد مصورين كل حاجه. ابوس ايدك وارحميني. وماله الرحمه بتجوز على الميت. اللي انت عملته ده يا متخلف انت. اللي انا عملته ده عشانك يا ست ساميه، ولا انا كنت عايزاني اسيبها لحد ما تروح للبوليس؟ تقوم تقتلها يا غبي، وانت كنت فين يا حمار انت؟ وانا لحقت اعمل حاجه؟ ده في ثانيه كان مطلع المطوه من جيبه وغزتها. هتجننوني يا اغبيه. امسكي ده مفتاح شقتي القديمه، تختفوا فيها لغايه ما اعرف هتصرف ازاي في المصيبه دي. ما عشان نختفي محتاجه شويه قرشينات ومصري. ده بس اللي همك؟ امسك وغرفة 60 داهية وما تظهروش لغاية ما اتصل بيكم. يعني ايه؟ هستخبى؟ انا ما عملتش حاجة. انت مش كنت هناك لما هلال ده شافكوا؟ اتفضلوا بسرعة روحوا على الشقة وما تخرجوش منها وما تخلوش حد يشوفكوا ولا يحس بيكم. يلا اتفضلوا. أنا الرائد عمرو حماد ومعانا أمر بتفتيش الدار. تفتيش الدار؟ بخصوص إيه؟ بخصوص الأطفال اللي أنت خطفتيهم ومخبياهم هنا جوه. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الدار سمعتها نظيفة ومعروفة للناس كلها. اتفضل العنابر كلها تحت أمرك، فتشها زي ما أنت عايز، إحنا ناس كلير. أنا عارف هي مخبية العيال فين؟ هناك هم. Thank you.
الموت. سنة 2007 كان بقالي فترة محدش بيطلبني في أي أعمال سينمائية، لحد ما اتعرفت على المنتج السينمائي صداد. كان عايزني في فيلم ومضيت معاه البطولة. واداني عربون، وبعدها اتفقنا على بداية التصوير في قبرص. وفعلا سافرنا وصورنا أول يوم، وتاني يوم وإحنا بنصور الدنيا مطرت والتصوير وقف والمخرج فركش. وقتها كنت عايزة أخرج واستفيد باليوم، أخدت الكاميرا معايا عشان أتصور. وأنا خارجة من الأوتيل قابلت صداد خارج ومعاه شنطة في إيده، ولما سألته انت رايح فين قال لي انه هيقابل ناس اصحاب. طلبت منه ياخدني معاه عشان انا معرفش اي مكان في قبرص، وفعلا خدني معاه. بس قبل ما يدخل لاصحابه طلب مني اتفرج على الاماكن لحد ما يخلص ميتنج مهم. فضلت اصور بالكاميرا المناظر الطبيعية اللي في المكان، خدت كم صورة وقلت أدخل أشوف. لما قربت لقيته بيسلمهم الشنطة اللي كانت معاه، اللي اكتشفت إن فيها فلوس. الشنطة التانية أول ما فتحوها قدامي مصدقتش اللي شفته، مخدرات. لحد ما وصلنا المطار قلت اكيد هيتمسك، لكن اللي حصل اني ما شفتش الشنطة اللي استلمها منهم معاه لما دخلنا المطار. وقلت أكيد شايل المخدرات في معدات التصوير. بس لقيت العمال بيمروا ومعاهم المعدات بعد التفتيش وعادي. فهمت إن في حاجة غريبة حصلت. إيه هي؟ مش عارفة. بعدها على طول اعتذرت له عن الفيلم. عملتي خير. ورجعت له العرض. أنا كده كده كنت هوقف تصوير الفيلم. غريبة، والمصاريف اللي انت صرفتها والسفر. مش احسن ما اكمل تصوير واصرف تاني والفيلم يفشل؟ الفيلم يفشل؟ انت بتتلكك بقى عشان توقف تصوير. انا اللي غلطانة، انا اللي غلطانة اني قللت من نفسي واشتغلت مع حد زيك. روحت بيتي وانا منهارة، ازاي اسمح لشخص زي ده يسوق سمعتي بحجة اني ماليش جمهور، وهو في الاخر تاجر مخدرات وكان عامل الفيلم عشان يبقى مجرد بارافان لتجارته. انه حقا طريق الوداع. منتج سينمائي وتاجر مخدرات، صاد ضاد. تعال يا نوران. أنا أسفة والله، أنا ما كانش قصدي أتصنت. هو إيه اللي حضرتك عامله على الحيطة اللي هناك ده يا أستاذ هلال؟ مريم كاتبة في مذكراتها أسامي ناس كبيرة ومهمة متورطين في قضايا فساد. آه، والكلام اللي على الحيطة ده ليه علاقة بالقضايا دي؟ بالظبط، أنا أصلي بحاول أوصل للأسامي دي. أنا شغال دلوقتي في قضية مخدرات. رد رد. لا ما انا مش عايزه ارد، ده صاحب الشغل اللي انا كنت شغاله فيه. رد بس رد.
الو انت ما ترديش عليها ليه يا بت؟ البودره اللي معاكي فين؟ اروح امك تجيبيها بالذوق بدل ما اجيبك من المكان اللي انت فيه. طيب هجيبهم لك واجيلك على طول. ايه في ايه؟ انا لازم اروح مشوار. مشوار ايه؟ اصل مهم نسي معايا مفاتيح وانا لازم اديهم. طب انا هاجي معاك. لا 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 حضرتك خليك، انا مش عايزه اتعبك. يا نهار اسود، زومبي في الشارع. في ايه يا زيزو؟ ده وقت فرجة على افلام رعب. افلام رعب ايه ده بجد؟ اهو شاب في احدى صالات الديسكو يتحول لزومبي بسبب مخدر فلاكة. هو في ايه؟ ده نوع مخدرات منتشر بره مصر، بس واضح انه بدا ينتشر هنا كمان. بيرفع درجة حرارة الجسم فجأة وبيخلي الإنسان مش قادر يسيطر على نفسه، بيبقى عدواني جدا. هو حصل فين الكلام ده؟ في ديسكو، الفيديو اهو. طب ايه؟ الناس اللي بتاخد المخدر ده بيبقوا مدمنين بعد كده ولا بيرجعوا طبيعيين تاني؟ معظم مدمني الفلاكة بيموتوا في الآخر، يا اللي بالانتحار بسبب الاكتئاب، يا اللي بيتجننوا لأن عقلهم مش قادر يرجع زي الأول. أو بعد فترة بقى بيموتوا لما وظائف الكلى تقف. ده الكلوب بتاع مهام. مهاب مين؟ لا لا انا بس افتكرت حاجه عن اذنكم. لا لا استني، في انت خفتي ولا ايه؟ لا اقعدي اقعدي ما تخافيش، احنا بعد كده نمسك شوت جان في ايدينا بقى، واي زومبي نلاقيه معدي في الشارع نديله بطلقه في الراس كده، عشان الزومبي ما بيموتش الا بطلقه في الراس. وحشه؟ قوي. ازيك يا خير؟ اهلا يا اخويا. بقول لك ايه يا حاج؟ انت زي ما لبستني في حوار الفلاكة ده تخرجني منه. افهم يا غابي، اللي حصل ده عادي واحنا ملناش دعوه بيه خالص. يا حاج ملناش دعوه بيه ازاي؟ بقول لك بيتي كان هيتخرب، الواد رفع الحبايه وطاح في الديسكو كله، ده نفرين كانوا هيموتوا في ايده. اسمع يا حاج، انا مش هشتغل في حوار الفلاكة ده تاني ولا هوزعها. مش هتوزع ايه يا روح امك؟ ده انا دافع فيها دم قلبي البضاعه دي. وبعدين انت عارف احنا جايبين كميه قد ايه؟ ايه؟ هنشربها احنا؟ وبعدين احنا لو ما عرفناش نوزعها هنقل في نظر الراجل اللي بيثق فينا بقاله سنين. يعني هنعمل ايه؟ يا حاج بقول لك بيتي كان هيتخرب. الديسكو كان هيتشمع. اديك انت قلت الحل. مالناش دعوه بالديسكو. الديسكو ده مكان وله زبونه. الفلاكه ليها مكان تاني. يا نهار ابيض. بص عد صاحبه ازاي؟ بس تفتكر ده ليه سنانه ما قلبتش زي الزومبي؟ يا ابني اسكت بقى، بخيالك الطفولي ده. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا بابا. ايه اللي رجعك بدري من جورنال؟ لا انا ما روحش جورنال، انا كنت بشتري لبس النورهان. لبس ليا انا؟ ما تقلقيش، هيجوا على ماسك. بس يا رب الذوق يعجبك. بجد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ايوه يا هيلو، والعه خالص اهي. طب ايه بقى؟ مفيش حاجه علينا؟ ولا تقلق. ما تخليك مؤدب يا بنت، عيب. انتوا كنتوا بتتفرجوا على ايه؟ على زومبي. مين؟ زومبي. زومبي ايه؟ زومبي وصل عندنا في مصر هنا. ايه الزومبي ده؟ الناس الاموات اللي هم بيتحركوا كده بالمنظر ده. يا نهار اسود، هي القيامه قامت؟ ده بجد يا بابا، لازم حضرتك تشوف الفيديوهات دي. مسدس حضرتك؟ مسدس. انا اسف جدا، الظاهر ان انا دخلت غلط. هو في ايه بالظبط؟ تعالى. انا؟ تعالى، في واحد حبيبك عايز يكلمك. حبيبي انا؟ انا صلاح ضاحي، صداد اللي انت بتدور عليه. عايز ايه؟ أنا مش عايز، أنت اللي عايز. هفيدك زيزو تحت عينينا، والدكتور اللي أنت شفته في المستشفى تبعنا. على فكرة هو ما جالوش هبوط ولا حاجة، هو خد جرعة تقيلة شوية من الكوكايثيلين. الجرعة دي بتفقد الوعي شوية، والجرعة التانية خدها قدامك في المستشفى. الجرعة دي بتجيب هبوط في الدورة الدموية، وفي جرعة تالتة المفروض هياخدها بعد ساعة. قدامك حل من الاتنين، يا تلحقه يا ما تلحقوش. تعال
حصلت حاجه؟ حاضر 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 يا حبيبتي حاضر. مش مهم صبريني يا صبرين، ده ايه ده؟ بالراحه بالراحه. لا بقول لك ايه، في حاجتين لازم نتفق عليهم عشان ربنا يكرمنا في الجوازه دي. اتفضلي. اولا الحمد لله ان احنا اتجوزنا وبقينا في شقتنا الجميله. طب وتاني حاجه؟ مش عايزه اسمع منك كلمه خلينا صابرين يا صابرين دي تاني خالص، ممكن؟ حاضر يا حبيبتي حاضر حاضر يلا. حاضر حاضر ايه؟ يلا حاضر يا صابرين بالراحه. هلا حاضر بس بالراحه بالراحه، ما تاخدنيش على حامي كده. بص هخش بس اغير هدومي واخد دش. طب خلاص 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 يا ستي، مش عايزين نكد، احنا مصدقنا يتقفل علينا باب واحد. بص يا حبيبتي انت تخشي دلوقتي تقلعي تقلعي قصدي تقلعي يعني، وتاخدي دش وتجهزي عشان استعجلتي ليه كده؟ فاهم فاهم. لو الشخص اللي انت هتكلمه حس باي حاجه قول عن نفسك الرحمن الرحيم. طب لو اجيب الشريف باسرع وقت. ايوه زكي. الو عالمي. كلم ابني الكبير. ابنك الكبير مين؟ ابني الكبير، خليه يجيب شريط الفيديو اللي انا اديتهوله. شريط ايه؟ ما الشريط معاك يا ابني. شريط الفيديو بتاع صلاح اللي فيه دليل المخدرات. طيب ثواني ثواني ثانيه واحده. طيب خليك معايا. خد الرقم عندي. زيت زيرو. ايوه اتنينات. تمام خلاص كتبته. يلا بسرعه كلمه وخليك وراه لغايه ما يرد. سلام. استاذ هلال ما عندوش غير ابن واحد بس عماد. الموضوع كده شكله يقلق بصراحه. مؤاخذة، هو حضرتك مين؟ انت اهبل؟ انت بتكلمني في انصاص الليالي عشان تسألني انا مين؟ اه صح. طب معلش يعني انا اسف، انت تعرف استاذ هلال كامل الصحفي؟ ماله الاستاذ هلال كامل؟ اصل هو لسه مكلمني بصراحة وكانت مكالمة مقلقة قوي. يعني انت قلقت فانت بتقلقني النهاردة؟ ايه الموضوع؟ اصل استاذ هلال اداني رقمك على اساس ان انت ابنه الكبير، وهو ما عندوش غير ابن واحد، وبعدين قال لي ابلغك ان انت تجيب معاك الشريط اللي فيه دليل المخدرات. شريط؟ الشريط بتاع صلاح ضاحي. مخدرات صلاح ضاحي؟ انت فين؟ انا عند فيلا صلاح ضاحي. طيب ما تتحركش من عندك، انا جاي لك حالا. طب انت ما قلتليش انت مين؟ طيب الوقت عمال يعدي، شكل حفيدك هيودعنا. أنا جبت الشريط يا أستاذ. إيه؟ خد منه الشريط ودخله. إيه إيه؟ هتعور نفسك كده يا حبيبي؟ ليه كده؟ خلاص زيزو يلا نلحق زيزو. ايوه صلاح بيه كده، المهله عدت، هنعمل ايه؟ استنى شويه لغايه ما مهاب يكلمنا ويطمنا ان الشريط بقى معاه وفي امان. اوامر حضرتك. ايوه يا حاج، شريط الفيديو معايا، 10 دقايق وابعت لكم. مهاب استلم الشريط كده، الدنيا امان على الله ما يكونش اتعمل منه نسخه تانية ولا تانية ولا تالتة كده. احنا
ايه في ايه؟ اتفضلوا معانا. انا طلعت الملاح عضو مجلس النواب. طب اشوف الكلام ده بعدين. هاتوه. سنة 98 بدأت تنزل أخبار عني وعن شهادتي، وبعض الجرايد هاجمتني لأني معايا دبلوم وما كملتش تعليمي، واني مش معايا الشهادة اللي تخليني أكون فنانة وممثلة. وبدأت هوجم الصحفيين عليا، وكانوا بيطردوني في كل مكان، في البيت والاستوديو والمسرح. بقيت بهرب من الصحفيين طول الوقت، وقطعت اللقاءات والحوارات الصحفية لفترة، وكنت وقتها بعرض مسرحية شقاوة بنات. مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ الصحفيين بيطردوني في كل مكان، ما عندهمش سؤال غير انتي مؤهلك ايه، وانا مش قادرة اقول لهم اني تعليم متوسط. ولا يهمك، محلولة عادي. تحبي يبقى عندك شهادة ماجستير ولا دكتوراه؟ مش فاهمة. نضرب لك شهادة مزورة، ولما حد من الصحفيين يسألك شهادتك ايه تحطها له في عينه. انت عايزه توديني في داهيه؟ ولا داهيه ولا حاجه، ما انا قدامك اهو معايا شهاده قد الدنيا، ولا حد سالني جايباها منين ولا حد خد باله. هو انا هفضل العلم ولا للشغل؟ واديكي شايفه اهو الناس كلها يقول لك الدكتوره راحت، الدكتوره جت، الدكتوره جت، الدكتوره راحت. هو انت مين اللي زور لك الدكتوره بتاعتك؟ جوزي. أصل هو بيشتغل في وزارة التربية والتعليم، هو اللي عمل لي الشهادة بتاعتي. حوصيه عليكي يعمل لك شهادة مؤهل عالي، واختمالك بختم مدور كبير كده بارز. أنا أول مرة أسمع إنك متجوزة. أصل أنا متجوزة في السر، هو اللي مش عايز يعلن. أصل هو بيشتغل في مركز حساس. وفعلا أخدت الشهادة، وغيرت كل أوراقي على أساس الشهادة الجديدة. وبعدها بثلاث شهور جوزها كاف ألف جالي شقتي وبدأ يساومني. بصراحة كده أنا من أول ما شفتك وأنا معجب بيكي وعايز أتجوزك، أصلا أنا بحب الحلال أوي. تتجوزني؟ أنت مجنون ولا شارب حاجة؟ أنت عملتلي خدمة وخدت تمنها. لا 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 كده نزعل وزعل وحش أوي. هي خلينا سيح وأقول إن الشهادة بتاعتك مزورة. عايزي 50,000. ساعتها خفت من المشاكل وما لقيتش حل إلا أني أروح لمراته اللي عرفتني عليه واشتكي لها. إحنا انفصلنا عن بعض من شهور، بس هو عمل معايا زي ما عمل معاكي بالظبط. لما طلعت له شهادته الحقيقية وقلت له إن أنا هفضحها وهوديها له مكان شغله، خاف، اترعب وقال حقي برقبتي. ليه؟ هو معاه ايه؟ دبلوم ومزور شهادة المؤهل العالي ومزور شهادة ماجستير، بس انا معايا شهادته الحقيقية، خبيتها من وراه من زمان وخليتها معايا للطوارئ. طب انا اتصرف ازاي؟ انا مش ناقصة شوشرة. خلي الشهادة دي معاكي، لو كلمك تاني وهددك قوليه ان هي معاكي، قوليه ان انت هتطلعها له وتفضحيه. وساعتها قدرت أخلص من زنه عليا وبقى معايا دليل تزويره. سنة 2008 جت لي دعوة لحضور حفل مسرحي لمجموعة مدارس أجنبية في مصر، واتفاجئت بكاف ألف من المدعوين، واتنادى على اسمه بأنه منصب كبير في مدارية التعليم بالجيزة، ولقيته بقى دكتور. واستغربت جدا إزاي مزور زي ده ومعاه دبلوم يبقى في مركز حساس زي ده. بالعلم ننير سماء الكون. وعرفت انه هو اللي دعاني للحفلة. ما كانتش مجرد دعوة للحفلة، دي كانت دعوة للجواز للمرة التانية. ومن خلال دردشتي معاه عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. زيزو
الو ايه ده؟ انت جاي لحد هنا عشان تطمن عليا؟ رفعت إجابة الامتحان على النت ولا لسه؟ امتحان ايه؟ انت قصدك ايه؟ انت بتكذب ولا ايه؟ أمك بقى كان ليها حق لما قالت لي إن أنا ما عرفتش أربيك. البوليس بيدور عليك لما عرف إنك أنت ورا تسريب الامتحان، ولولا منصب أبوك كان زمان البوليس هو اللي مستنيك مش أنا. أنا ما عملتش حاجة غلط. اللي أنت عملته ده هيضيع مجهود ناس كتير، ناس ذاكرت واجتهدت. واللي ذاكر واجتهد ده هيطلع إيه في الآخر؟ ولا حاجة. احنا عمالين نحفظ في مناهج ونذاكر في دروس بنخش ونرصها في الامتحان وبنطلع ناسيينها أصلا. أنت بتفكر إزاي؟ أنا مش فاهم. اقفل الصفحة دي حالا. حاضر. أنت عرفت منين أسئلة الامتحان من قبل ما تدخل؟ أبو فادي صاحبي بيدي الامتحانات لفادي قبلها بيوم علشان يذاكرها. أبو فادي آه. وأبو فادي ده بيشتغل إيه عشان يوصل كده للامتحانات بالسهولة دي؟ اللي أعرفه إنه ماسك المناهج بتاعت وزارة التربية والتعليم. آه. اسمه إيه؟ اسمه كمال. كمال إيه؟ والله ما أعرف إيه له. طب يلا الحق الامتحان بتاعك. بالعلم ننير سماء الكون. عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. مركز تطوير المناهج كاف ألف كمال. اهلا وسهلا استاذ هلال، نورت المكتب. انت عارفني؟ طبعا هلال كامل الصحفي المشهور ده، انت بقيت اشهر من نار على العلم. وعارف انا جاي لك ليه؟ الحقيقة لا، بس أنا تحت أمرك. أنا بعمل تحقيق صحفي عن فاسد جديد مزور بيستغل منصبه في أعمال مشبوهة، وآخر حاجة بقى كان بيسرب امتحانات الثانوية العامة. مش فاهم قصدك، أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز أوضح حقيقتك للناس. شهادتك المزورة خليتك تبقى مدير مركز تطوير المناهج. أنت جبت الكلام الفارغ ده منين؟ مريم رياض أو نعيمة اللي بقت ناريمان. أنا بحذرك تنسب لي أي حاجة أنا ما عملتهاش، وإلا في أساليب قانونية هستخدمها ضدك، وخصوصا إنك ما عندكش أي دليل ضدي. الدليل أنت عارفه كويس، فادي ابنك. فادي؟ وإيه علاقة فادي ابني بالكلام اللي أنت بتقوله ده؟ اسأله قبل الجهات الأمنية ما تحقق معاه بخصوص تسريب الامتحانات. وعلى فكرة أنا اللي هبلغ عنه. ايوه يا فادي، اسمعني كويس، انت قلت لمين ان انا اديتك الامتحانات؟ كده عدى يومين يا حبيبتي ولسه الفلوس ما وصلتش. انا اسفه والله، بس انا مش عارفه اجيب الفلوس منين. معرفش، قلت لك اتصرفي، خدي بقى من بابي ولا من مامي. والله العظيم حاولت بس مش عارفه. بقول لك ايه، قدامك لحد النهارده بالليل، لو ما اتصرفتيش في الفلوس هتصرف انا. حددت المكان؟ حصل يا باشا. ايه بقيت كده يا معلم؟ بتبهدل جدك وبتقول ان ابويا هو اللي بيسرب لنا الامتحانات؟ ايه اللي حصل؟ ابويا كلمني دلوقتي ونفخني. جدك راح له الشغل وهدده انه هيبلغ عنا. يا ابني انت مش فاهم حاجه، انا جده جالي لحد هنا وقال لي ان البوليس عرف ان احنا اللي عاملين شوك، احنا لازم نقفل الصفحه دي حالا. زيزو اللي انت عملته ده صح؟ انت عارف لو مش عارفين ان انت ابني كان زمانك فين دلوقتي؟ بابا انا جده جالي قبلك وقال لي كل الكلام اللي انت ممكن تقوله ده. انا مش فارق معايا تغش في الامتحان ولا لا، لكن انت كده ممكن تسوق سمعتي. الله اعلم بقى لما جدك يعرف هيعمل ايه. مش بعيد يبلغ عنك عشان يتكرم في الوزاره ويشوشر عليا. خلاص انا هقفل الصفحه دي خالص. بالعلم السلم. مكتب الزهور. بالعلم ننير سماء الكون. Thank you.
التمثال ده كان في شقة مريم وكان مكسور، ايه اللي جابه هنا؟ التمثال وقت تقفل فيه التليفون يا رؤوف. خلاص يا صابرين، كل اللي فاتنا هنعوضه. صح، دلوقتي تيجي تليفونك يرن تيجي تقولي خلينا صابرين يا صابرين. لا 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 لا، تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون مقفول مرمي ورا جثه هامده فيما يجب ان يكون. زرع مش متفائله، يعني حاسه في حاجه. لا 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 لا، انت لازم تتفقلي كده وتستبشري كده، وعايز اسمع كده الزغروطه الحلوه بتاعت الدخله اللي احنا مستنيينها. ايوه 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 ايوه، اهو 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 اهو، ايوه. انا عايزك كده تتاكدي ان جت اللحظه الحاسمه، اللحظه التي سوف تكتب في التاريخ باحرف من نور في التاريخ. يا يلا روح افتح. الحمد لله شفتك بالفانيلا. سوسو فانيلاتي بس. ايه ايه استاذ هلال؟ انا كلمتك لقيت تليفونك مقفول، فكلمت فؤاد بيه هو اللي قال لي على عنوانك. هو انا معطلك عن حاجة؟ لا ابدا. لا، ما انت قصك لسه عريس جديد بقى واكيد يعني. ها قول لي عامل ايه مع الجواز؟ ما بقاش في وقت للجواز اساسا يا استاذ هلال. امال العروسة فين امال؟ ها لو في مشاكل قول لي. مفيش مشاكل يا استاذ هلال. طيب انا كنت عايزك في حاجة. اهو اهو كده بقى يبقى في مشاكل. لا، في قضية جديدة. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإقالة وزير التربية والتعليم وتشكيل لجنة يرأسها سعادته لإعادة هيكلة الوزارة. من ناحية أخرى، جاري التحقيقات مع المدعو كمال أسعد رئيس جهاز تطوير المناهج. وعدت فترة كبيرة في بيتي من غير شغل لغاية سنة 2004، وفي يوم كنت عند الكوافيرة بتاعتي سين ميم، وتعرفت هناك على نون فهم، كانت مذيعة في برنامج ديني على الراديو. مريم، يا نهار، وحشتينا وحشتي جمهوري. انت فين مختفية؟ مش لاقية سيناريو كويس. بس طب بصي، احنا بنعمل مسلسل ديني في الإذاعة، ما تيجي وتشاركي معنا في البطولة؟ هشوف وقتي وبكلمك. يا ريت. رحت البيت وانا عندي راحة نفسية للموضوع، حسيت اني دي رسالة من ربنا لي، يمكن بيبعدني عن الفن وعايزني اقرب منه. اخدت قرار واتفقت مع نون فيه على معاد، وفعلا رحت ماسبيرو ودخلت الاستوديو اللي بيسجلوا فيه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، نورتي الاستوديو. ميرسي يا حبيبتي. هو احنا هنسجل امتى؟ حالا، اول ما سيدنا الشيخ يخلص تسجيل البرنامج على طول. ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
ربنا يا اخوانا مستنينا، مستنينا نرجع لطريقه، لطريق الحق والرشاد. ربنا مستنينا، مستنينا نرجع له، مستنينا نتوب نرجع لطريقه. وهو مادد لنا ايده، مادد ايده لينا، باسط ايده لينا سبحانه وتعالى. قد يسألني سائل ويقول لي يا سيدنا ايه هي علامات التوبة؟ اقوم اقول الندم، الندم على ما مضى من ذنوب، والعزم الأكيد ألا نعود لمعصية ثانية أبدا. ربنا من فضله وكرمه علينا فتح لنا أبواب التوبة على مصراعيها سبحانه وتعالى. هو الغفور، هو التواب، هو الرحيم. سبحانك يا الله، سبحانك يا غفور يا تواب يا رحيم، سبحانك يا الله. وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. يلا يا أولاد روحوا انتوا دلوقتي، واللي مش عارف معنى أي كلمة يسألني عنها المرة الجاية. يلا اتفضل. احنا اسفين اللي جاي لك من غير ميعاد، الناس في البلد قالوا لنا انك انت كبير هنا. العفو يا استاذ، الكبير ربنا. انا بعت الماهر وزمانه جاي، هو فاتح مكتبة ادوات مدرسية جنبنا هنا وانا في انتظاره. ربنا يبارك لك في اللي بتعمله مع الأطفال دول، هم المستقبل. عم إبراهيم، عم إبراهيم أهو جه. تعالى يا ماهر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الجماعة جايين عشان حادثة الأتوبيس. الباقي في حياتك في أخوك وفي كل اللي ماتوا، ونعم بالله إن شاء الله حقهم هيرجعوا. بس إحنا عمرنا يا باشا ما سمعنا عن حق بيرجع بعد 14 سنة. أدينا بنحاول أهو، عايزين بس نعرف منك اي معلومه عن الحادثه. القضيه اتقفلت يا باشا، وبعدين كل المعلومات اتقالت في الجرايد وقتها. احنا بقى عايزين نعرف اللي ما اتقالش وقتها. وبعدين عم الشيخ ابراهيم قال لنا ان انت ما شاء الله شاب مثقف وهتساعدنا. البلد يا باشا اللي عين الحكومه بتغفل عنها بيحصل فيها اكتر من كده. انا اول ما اتخرجت اتعينت في مركز الشباب باجر يومي، ولاحظت ان الميزانيه اللي بتدخل للمركز بيتصرف ربعها بس، وللامانه الباقي كان بيتثبت في الكشوفات. بس بيروح فين في الحقيقه؟ الله اعلم. ولما حاولت ادعبس واتكلم في الموضوع بشوني من المركز بحجه تخفيف العماله. ولما العماله اللي مضايقاهم تخف ايديهم هتخف اكتر. بالظبط. عاطف بيه مدير المركز بعدها عمل رحله اسوان، وحصل اللي حصل. عرفنا ان في ارهابيين هجموا على الاتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. ما هو ده اللي اتنشر في الجرايد. اللي ما اتنشرش بقى سعادتك ان الحكومه لما هجمت على الارهابيين لقوا كل الجثث اللي كانت في الاوتوبيس متقطعه وكانت مفتوحه، واعضائهم متاخده منهم. يا ساتر يا رب. وما اتكلمتش ليه يا ماهر ساعتها وقلت الحقيقه؟ بلاش عشان الناس، عشان اخوك حتى. اتكلم اتكلم اقول ايه يا باشا؟ سعادتك احنا في بلدنا دي ممنوعين من الكلام، محدش فينا بيطلع له صوت. يوم ما صوتنا بيطلع بيبقى من صراخنا اللي برضه ما بيتسمعش. احنا يا باشا في البلد دي مش موجودين على الخريطه اصلا. حتى عم ابراهيم نظره راح من كتر البكا على بنته. ربنا يصبرك يا شيخ ابراهيم. ابراهيم اسحاق يوحنا. ايه؟ ايه ده؟ معلش اسمح لي يعني يا شيخ ابراهيم، يعني هو
عم إبراهيم انت ازاي تبقى مسيحي وبتعلم الأطفال قرآن؟ عم إبراهيم بيعلمنا القرآن من أكتر من 30 سنة، وكل الناس اللي هنا بيبعتولي ولادهم أحفظهم قرآن. يعني انت بنتك راحت على ايد الإرهابيين اللي بيدعوا الإسلام وانت بتعليك؟ قلتها بيدعوا. أنا لولا حافظ كتابكم كلمة كلمة ما كنتش عرفت أفرق بين الإسلام وبين اللي بيعملوه الناس دول. هو عاطف مدير المركز طلع في الرحلة دي؟ آه كان معاه. هو الوحيد اللي ما ماشي فيه. آه راجل مؤمن قوي قوي قوي. آه ده بقى الحب اللي في صمت اللي بيقولوا عليه. يا رضا ده فيه ايه؟ انا اللي بسال فيه ايه على فكره؟ لو يعني ما بتعرفش تفتح مواضيع قول لي. يعني بتعرف انت يعني؟ لا بس هنسال اللي بيعرف. اصلك ساكت يعني من ساعه ما قعدنا مش فاهماك. هقول ايه يعني؟ زيزو هو انت زعلان مني في حاجه؟ ازعل منك ليه يا رضا؟ اه فهمت دلوقتي انت متغار معايا ليه. مين نور هاندي؟ في ايه؟ من نور هاندي واحده صاحبتي عادي يعني. اه ودي بقى اللي مخليك ما بتكلمنيش زي الاول ولا بتسال عليا. تمام انا بس انت كنت وحشني كنت جاي اسال عليك بس ما عطلكش بقى عشان تعرف ترد على ست نورهان. وبعدين ايه نورهان دي اصلا؟ ايه ده؟ هو رضا ده اللي عادي يعني؟ خد تعالي تعالي تعالي. انت بتغيري ولا ايه؟ اغير؟ لا طبعا بس ما تغيرش الموضوع وقولي مين نورهان دي. بتغيري والله العظيم بتغيري. الارهاب ما بيفرقش يا استاذ هلال ودي مش اول حادثه تحصل. ان شاء الله هتكون الاخيره. الناس بقى في البلد كانوا بيقولوا ايه وقت الحادثه؟ هيقولوا ايه يعني غير اللي شافوه في التلفزيون؟ مجموعه ارهابيه خطفت اتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. وحضرتك بقى كنت بتقول ايه؟ في الحقيقه الخبر وجعنا كلنا. تخيل الحزن لما دخل كل بيت فيه ابن او بنت او حد من قرايبهم كان راكب الاتوبيس وما رجعش. ولاد الكلب ولاد الكلب لو شفت الغل اللي في عينيهم يا استاذ هلال وهم هاجمين على الاتوبيس. كانوا بيدوروا على المسيحيين الاول وفي الاخر طاحوا في الكل. يعني كانوا بيقتلوا المسلمين والمسيحيين وانت بقى بوزي ولا ايه؟ شايفك سليم يعني؟ سليم؟ امال دي ايه يا استاذ هلال؟ ايه؟ رصاصة؟ شفت؟ رصاصة جت في رجلي ساعتها واغمى عليا. شوفوا ولاد الكلب ياخدوا كل الباقيين ويسيبوا الراجل ده بكامل اعضائه. سبحان الله. هنعمل ايه؟ ربنا دايما بيسترها مع الناس الغلابه. ما هو عشان بيسترها مع الناس الغلابه دلنا على طريقك. يلا بينا رؤوف. حلوه قوي حركه الرصاصه دي. ملعوبه. واضح ان الاخوه الفلسطينيين شادين حالهم اليومين دول على جيش الاحتلال. بتقول كده ليه؟ اصل الطلبات زادت قوي وده معناه ان في اصابات كتير في جيش الاحتلال واكيد في حالات خطره محتاجه علاج. المهم تكافئوا انتوا طلبيه دي علشان الياد ما بيروحش لجيش الاحتلال بس. الكليه المطلوبه في الشنطه ودي نتائج تحاليل الناس الجديده. هيكون بخزينة امتى؟ وقت ما تعوزوا الناس تحت ايدينا. خوما كم واخد؟ عندنا 7 رجالة وصحتهم حديد. خلاص تمام. أكلمك. بلغ سلامي للإخوة في سينا. المجموعة اتقبض عليها؟ ومين اللي هرب؟ بلغوا إن العملية اتلغت مش عارف أعملها لوحدي. حاول تسيب المكان اللي أنت فيه بأسرع وقت، حالاً. أنا لازم أتصل بأخويا مؤمن عايز أطمن عليه. يمكن يكون هو اللي هرب. وأجيب التليفون منين عشان تكلمه؟ معرفش. أنا لازم أتصرف في التليفون. أنت اتجننت؟ التليفونات ممنوعة علينا. إحنا هنا في جهاد مش في رحلة. أخوك لو حصل له حاجة هيبقى في سبيل الله. أهلاً وسهلاً أمرني. الأمر لله.
عاطف مدير مركز شباب أطفيح بعت لك السلام معايا. هلال كامل الصحفي مش كده؟ مظبوط. عايز ايه؟ عايز حق العشرين شاب اللي تقطعوا من غير شفقة ولا رحمة. عشرين شاب وتقطعوا؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ بتكلم عن حادثة الأوتوبيس اللي حصلت سنة 2004 والشباب اللي انت تجلت بعضها انت وعاطف. عاطف الوحيد هو اللي طلع سليم من الحادثة. ايه التخاريف دي؟ تريس تريس يا مولانا. مش يمكن الناس بعد ما تقرا مقالي عن كواليس الحادث يبقى ليها رأي تاني؟ الناس ما عندهمش غير الجهل والفقر، والجهل والفقر دول هما اللي بيخلوا الناس ما بيفكروش غير في حاجتين قوت يومهم علشان يقدروا يعيشوا، ويعيشوا بما يرضي الله. ليه؟ علشان يدخلوا الجنة، والجنة احنا اللي نعرف طريقها وبندلهم عليه، علشان كده بيسمعونا احنا. انتم مين؟ احنا أولي الأمر، نحن رجال الدين. اللي زيك هم اللي بيشوهوا الدين، بيستغلوه لتحقيق مصالحهم، وهي دي حقيقتكم اللي انا هكشفها للناس. طب ما تعمل كده يا اخي، هو حد كان حيشك؟ ما انا كمان هطلع لنفسي الناس واكشف لهم حقيقتك، وهقول لهم انك علماني كافر. مين اللي اداك الحق انك تكفرني؟ انا عارف ربنا كويس، وعلاقتي بيه مش محتاجه واسطه ولا وصايه من حد. وانا بنصحك يا هلال، بلاش تقف في وجه الطوفان، خليك في المركب معانا عشان توصل لبر الامان. المركب دي هتغرق بيكم لما الناس تعرف حقيقتكم. يا اخي انشر زي ما انت عاوز، فلقتني. الناس يعرفوا حقيقتكم، الناس يعرفوا حقيقتكم في ايه؟ هنشوف، هنشوف الناس هيصدقوا مين فينا، هيصدقوا كلام الصحافة بإشاعاتها وأكاذيبها، ولا هيصدقوا كلام سيدهم. علي الطلاق لا يولعوا فيك النار انت وبيتك. النار دي هتحرقك انت وصاحبك لما أهالي الشباب يعرفوا اللي عملتوه في ولادهم. هو انت ليه كده؟ كده ايه يعني؟ تخليك صراحة وتيجي دغري. مش عارف، حاسس ان الموضوع ما بقاش عاجبك زي الاول. ليه بتقول كده؟ مش عارف رضا، هو انت بتحبيني زي ما انا بحبك ولا لا؟ ماشي، عموما يا ست انا هسيبك براحتك ومش هضايقك تاني. عايز ايه يا زيزو؟ عايز اقول لك بحبك؟ يا سيدي بتنايل بحبك خلاص. انت قلتي ايه؟ بحبك. لا انت قلتي زيزو، انت دلعتيني. انا هكلم الليلة اقول له. قلت حاجة أهم من ده. ايه ده بقى؟ أنا قلت حاجة أهم. مش مهم اللي انت قلتيه، دي أهم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم، يا رضا، اوعى يا رضا، يا رضا اقفل الموبايل. وهتعمل ايه دلوقتي يا هلال؟ هفضحهم زي ما فضحت اللي قبليهم. ما هو مش ممكن يسيب عالم زي دي تضحك على عقول الناس. ايوه بس الناس دي مش سهله خالص، دول قانونهم القتل وشرعهم التفجير. واحنا قانوننا الحق وشرعنا الحب والتسامح والعدل. ايوه زيزو. رضا؟ ايوه رضا، في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اتخطف؟ اتخطف ازاي ومين اللي خطف؟ هو في ايه يا هلال؟ خطفوا زيزو. ايه زيزو؟ عن الغرقان اللي بيتعلق بقشاية يا مؤمن؟ تسمع عنه؟ انا القشاية. لو قلت لي بقى ابو مصعب واللي معاه فين؟ الواد اللي انتوا خطفتوه وديتوه فين؟ اوعدك حصل يا فندم. نسقنا مع المنطقه الغربيه ووزاره الدفاع، والطيارات دلوقتي بتمشط المكان اللي جالنا منه الارسال. قدامهم قد ايه؟ بيفتشوا في الصحراء يا فندم. الواد ده انا
حصل له حاجة انت اللي هتدفع الفاتورة. انا مش هستنى حد. انت هتدفعها. استاذ هلال اسود. استاذ هلال وديته حفيدي فين؟ وديته الورد فين يا ولاد الكلب؟ استاذ هلال ما ينفعش كده من فضلك. فضلك يا استاذ هلال. من فضلك ليه ما ينفعش كده؟ هو انت اسمك ايه؟ خايف؟ شكلك خايف. الناس دي عاملين فينا كده ليه؟ عاملين فينا كده عشان طمعانين في التليفون بتاعي، مع انه خط واحد مش خطين والله. بتضحك؟ يضحك يضحك. ايوه كده. اللي خلق المحنه يقدر يمحيها. وبعدين ربك كبير، ما يجيبش حاجه عفشه. المشكله دلوقتي اني عايز اكلم هلو. تعرف هلو؟ لا. امال بتقول ايه؟ هلو ده يبقى جدي. عايز اكلمه اطمنه علشان بيقلق عليا جدا. والله انا لو في يدي حاجه اساعدك بيها ما هتاخر عليك، لكن زي ما انت شايف يدي زي يدك. طب هي الناس دي ممكن تموتنا فعلا؟ لا ما تخافش، دول حراميه يعني ما يقتلوش. وبعدين مش قلت لك ربك كبير؟ قلت لي اسمك ايه؟ زيزو. طاهر. مش هينفع يا استاذ هلال، وانا سبق وقلت لك قبل كده. اتفضل حضرتك روح بيتك مشكورا واحنا هنطمنك. انا مش هطمن غير لما زيزو يرجع الحضن تاني. يا استاذ هلال دي عمليه عسكريه، اتحرك انت يا رؤوف. تمام يا فندم. انا مش هتنقل من هنا غير لما زيزو يجي. حاضر يا استاذ هلال، وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. عايزين مننا ايه؟ بالمناسبة احنا في ناس عندنا في البلد عارفين مكاننا، لو جرالنا حاجة هيبلغ We'll be right back.
حلو اخرس يلا. وانا مش سامع وقلت لك الف مره اهلا قبل كده انك لو بلغت اللي اسمه رؤوف ده مش هتشوف حفيدك تاني؟ اوعى تلمسه، انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه ومش هخلي الحكومه تقرب منكم. انهي حكومه؟ الحكومه اللي واقفه لنا بره بحصرانا وبتهاجمنا بقوتها دلوقتي؟ تعبك يا هلال، انك كنت فاكرنا بنهزر، نسيت ان الدم عندنا مباح. ولكن ليكن في معلومك وفي معلوم الجميع ان انا لو وقفت دلوقتي في بيتك من الدم برضه الدم عندي مباح. ما تخافش حبيبي. اهدى يا هل، اهدى. حقك عليا يا زيزو. طب انا ما بيجيبش حاجه وحشه. انت بتعرف ان دي اول مره اسمع صوتك فيها وهو خايف؟ انا مش عايزك تخاف خالص. بعدين ده انت اللي معلمنا ان انا ما نخافش. اوعدني انك مش هتخاف يا هل. اوعدك حبيبي. وفي حاجه عايز اقولها لك اول مره اقولها. انا بحبك قوي يا هل. وكلنا على الحي الذي لا يموت. زيزو وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. طب
ايه ده كله؟ ايه ده كله يا هلال؟ ده ملف لكل وزير، الحكومة هتشيل قريب ان شاء الله. الموضوع ده خطير جدا، دي اكبر شركات في البلد. ما هم حطوا ايدهم على الشركات دي، السوق بقى بتاعهم، وده يخليهم يعادوا الاسعار زي ما هم عايزين. ده اقل شركة من دول رأس مالها مليارات. ما بيشبعوش. اطمن يا هلال، اطمن، الورق ده هيساعدنا جدا، وفي اسرع وقت الموضوع ده هيتقفل. تعرف المشكله فين؟ الناس ما بتتكلمش. الناس لو لقت اللي يسمعها هتتكلم. ما كتبتوش حاجه جديده؟ نكتب عشان مين يغني؟ محدش ليه نفس رضا وانت اولنا. قولوا لي يا اولاد، هو زيزو بيعرف يغني فعلا؟ هو اللي عامل الفرقه، ليه جمهور على فكره، وناس كتير بتحبه، فيهم ولاد وفيهم بنات، بس البنات عايزه حش رقبيهم. هو مين فيكم اقرب واحد لزيزو؟ فادي ورضا هم اقرب ناس لزيزو. انتوا عارفين ان انا نفسي احضر لكم حفله، بس لما زيزو يقوم بالسلامه. شكلك بتحب زيزو قوي. احنا اخوات، بس مدي عشان اخر موقف بينا كانت خناقه وقفشنا مع بعض. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش، لا انا ضايقته ولا هو ضايقني، قاعدين هما السبب، مش ذنبي ان ابويا طلع مزور. وانا اتبسطت لا بالفلوس ولا بالمناظر الكذابه اللي حواليه، لان انا عارف انها جايه من سكه شمال، ودي اخرتها. وديته في داهيه وخسرتني صاحب عمري. لا لو على صاحبك ما تقلقش، زيزو بيحبك وهينسى اي حاجه حصلت، ده هو طول عمره بيحكي لي عنك. انت بس ادعي له كده ربنا يقوم بالسلامه. ادعي له؟ انا بدلها اكتر من ابويا. لا دي بقى معكش حق، ده برضه في الاول وفي الاخر هيفضل باباك. غريبة انت اللي بتقولي كده، مع ان انا عارفه انت عايز تقولي انا بابي استجناه وغلط، بس ان شاء الله هو هيطلع بيرجع وسطينا، بس لو ما لقيناش معاه وحواليه مش هيفرق معاه انه يرجع كويس تاني. معاكي حق، ما تزعليش مني، ما كنتش اعرف انك بتعرفي تقولي كلام كبير كده. ولا حتى صغير يا عم. تفكوا ايه؟ انا جات لي فكره مجنونه. هلال دخل عمارات شقه مريم دلوقتي. لا يا باشا مش لوحده، كان معاه واحد. ماشي يا باشا، متدور بضمير يا هلال. ضمير ايه؟ انا بقيت حافظ الشقه دي اكتر من بيتنا. في سنه 2009 كنت عايزه ارجع تاني للاضواء زي الاول. بدات اعمل حفلات في بيتي وبقى يحضرها اصحابي الفنانين وبعض الشخصيات العامه. كده عندك حق، نقدر مزاجنا بقى وندور على الرواقه. انت مش كنت بطلت؟ ومش هرجع للمدعوقه دي تاني ابدا. هلال انا النهارده ابطل من بكره، هاخد دول. استنى بس، تاخد ايه؟ رجع كل حاجه زي ما كانت. انا مش هشربهم، هرسمهم. رجع الازاز مكانها. استنى، صعبت عليك صح؟ امسك. دور. الدليل يا دين النبي. هلال احنا نروح نقعد عندي في البيت
ونشوف السيديهات والشرايط دي عليها ايه بالظبط. اه وناخد الازاز دي معانا عشان نحتفل. الله ينور عليك. امشي اطلع بره. هات دي. امشي اطلع بره. طب اقف بيه.